صح شربتكم، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البدايه مع المنتخب الوطني التونسي اللي واجه حاليا نظيره الليبي في الجوله الثالثه من تصفيات الكان في ملعب حمادي العقربي في رادس، وين موجود زميلي احمد عداله. صح شربتك احمد. احمد وي، مرحبا بك مكي، مرحبا بكل مستمعينا في موزايكا فام. 33 دقيقة هوني في ملعب حمادي العقربي في رادس، والمنتخب الوطني يتقدم بسهولة حقيقة أداء ونتيجة على المنتخب الليبي. تنذكروا بزوز أهداف في التشكيلة اللي بدا بها المنتخب الوطني المباراة هذه. في حراسة المرمى دحمان، أيمن دحمان، منتصر الطلبي، ياسين مرياح، علي معلول، وجدي كشيدة في خط الدفاع، وسط الميدان في الياس الصخيري، عيسى العيدوني، وحنا بعد المجبري اللي اليوم الحقيقه ظهرت توش دوبال نتاعو، توش نتاعو في وسط الميدان، والقدام ثم يوسف المساكني في راسب العربي وسيف الدين الجزيري. بقيه اللاعبين اللي تم دعوتهم للتربص هذايا كلهم موجودين على بنك الاحتياط باستثناء لاعب وحيد اللي هو محمد الدراجر لاختيارات فنيه، يبدو كونه لاختيارات فنيه خارج قائمه المنتخب اليوم. بالنسبه لتشكيله المنتخب الليبي، معاذ النافي، محمود بن ويلي، علي يوسف، طلال فرحات، محمد المنير عبد السلام، معتصم المصرفي نجم المنتخب وقائده، محمد التهامي كان خرج منذ تقريبا ثلاث دقائق ونص وخلى مكانه للاعب مؤيد اللافي، و طاهر بن عامر، اسماعيل شرادي كيف كان خرج وخلى مكانه للمهاجم النعطوب جدا محمد صولا، حمد الهوني ومعاذ عيسى. النتيجه اذا هدفين لصفر. مباراه بدات بنسق قوي ومرتفع المنتخب الوطني التونسي منذ الدقيقه السادسه، كانت فرصه من الجهه اليسرى لفراس العربي ولكن اهدرها، ثم دقيقة الثانية الصخيري توصل الكرة على طاير من خارج منطقة 18 يحطها في دين الليفي حارس المرمى المنتخب الليبي، ثم منعرج للمباراة دقيقة 12 حنا بعد المجبري يندوم على وجه كشريدة، كشريدة يحط كرة بلاصتي كدري ولكن الحارس الليفي يرجعها، معاذ الليفي تجي كرة قدام يوسف المساكني يحط كرة بسهولة في المرمى يفتتح به نتيجة ويسجل هدف رقم 18 ليه مع المنتخب الوطني التونسي في 91 مباراة. ثم ما استنيناش برشا، بعد 8 دقائق ضربة جزاء يتحصل عليها سيف الدين الجزيري بعد عرقلته من علي يوسف، وعلي معلول المره هذه يتقدم يحط الكره في المرمى، ثالث اهدافه مع المنتخب الوطني التونسي في 84 مباراه، ومنذ التخطيط في 32 كان سيف الجزيري قريب برشا من تسجيل الهدف الثالث، عمل كل شيء تقريبا واللوب نتاعه مشات غلطه مشاتش صحيحه، هذاك علاش النتيجه قاعده 2 بلاش. حضور جماهيري ماشي محترم جدا الحقيقه، دخول مجاني نعرفوا الاطفال والنساء، ثم نجم نقولوا تم تقريبا ما بين 12 إلى 13 إلى 14 ألف متفرج هوني في ملعب حمادي العقربي براد. 35 دقيقة والمنتخب الوطني التونسي متقدم ضد بليس. واضح أحمد، تبقى معنا نرجع لك في آخر النشرة بلك يجي هدف جديد للمنتخب الوطني التونسي اللي في توقيت 36 دقيقة متقدم على ليبيا 2 بلاش. هدف يوسف المساكني من ضربة جزاء، ويوسف المساكني الهدف الأول والهدف الثاني هو من ضربة جزاء سجلها علي معلول. في نفس المجموعة مجموعة منتخبنا مقابلة مازال كيوفيت غينيا السوية ربحت بوتسوانا 2 بلاش. بالنسبة لبقية النتائج في تصفية الكان، كوديفوار ربحت جزر القمر 3-1، نيجيريا خسر ضد غينيا بيساو 1 بلاش، مصر ربحت مالاوي 2 بلاش، والسنغال ربحت الموزمبيق 5 أهداف مقابل 1. عانت الجامعة التونسية كرة القدم اليوم على روزنامة بقية الموسم، نهار 5 أفريل المقابلة المؤجلة من ربع نهائي الكاس ما بين الترجي ونادي البنزرتي، 12 و 13 أفريل نصف نهائي الكاس، والنهائي نتاع الكاس باش تلعب ما بين 27 و 28 ماي. بالنسبة لمرحلة التتويج، المقابلة المؤجلة بين الترجي والاتحاد المنستيري نهار 9 أفريل، الجولة الثالثة نهار 15 و 16 أفريل، بعدها باش نقاو 3 جولات في شهر أفريل، 4 جولات في شهر ماي، و 5 جولات في شهر جوان، واخر جوله من البطوله باش تكون 29 او 30 جوان. بالنسبه لمرحله تفادي النزول، اخر جوله منها تتلعب ما بين 3 و 4 جوان. أنس جابر انسحبت من الدور الثاني لدورة ميامي بعد الهزيمة اليوم ضد الروسية غراشيفا المصنفة 54 عالميا بنتيجة زوز مجموعات مقابل 0، تفاصيلها 6-2 6-2. أعلن بايرن ميونخ اليوم صفة رسمية على إقالة مدرب الفريق ناجلسمان وتعويضه بتوماس توخيل. من المقابلات اليوم في تصفيات لورو، زوز مقابلات مهمين، 66 دقيقة في مباراة فرنسا هولندا تقدم لفرنسا 3 أهداف مقابل 0، و 67 دقيقة في مباراة السويد مع بلجيكا تقدم لبلجيكا 2 بلش. نرجع لملعب حمادي العقربي في رادس، مباراة الجولة الثالثة من تصفيات الكان تونس ليبيا، وين وصلت المقابلة مع زميلي أحمد عدالة. مرحبا من جديد أحمد.
مرحبا بك مكي. 38 دقيقة هوني في ملعب حمادي العقربي براس، النتيجة كما هي اثنين نبداش، ان شاء الله يجي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الاول. شكرا لك احمد. دونك تقدم المنتخب الوطني التونسي ضد ليبيا اثنين نبداش حاليا في توقيت 38 دقيقة لعب هدف المنتخب سجلهم يوسف المساكني وعلي معلول. اخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.